الحمد لله الواهب المنان ذو الجود والكرم والسخاء والعطاء، الذي أكرمنا حق كرمه وأوسع لنا باب فضله وعمله، وشرح صدورنا ويسر أمورنا، له المرجع الأول والآخر، به نستعين وعليه نتوكل وإليه ترجع الأمور. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله النبي المصطفى، الداعي إلى الحق والصراط المستقيم، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فكان نور الهدى وسراج الدجى، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم إلى يوم الدين. وأنني لا أقف أمامكم اليوم شاكراً حامداً فضل الله ومنته علي، بعد أن تحقق حلماً انتظرته طوال حياتي، فكل الشكر والتقدير والحب إلى المملكة المغربية الشقيقة حكومة وشعبا، وعلى رأسهم سيد الملك محمد السادس بن الحسن الثاني حفظه الله على كرمها وسخائها، وكل الثناء والاحترام لجامعة محمد الأول بوجه عام، وإلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجه خاص على تمييزها وثرائها العلمي. سيد الرئيس الأستاذ الدكتور المحترم بن قدور بن يونس، الأستاذة الدكتورة زاهية أفلاي، الأستاذ الدكتور سلوي مصطفى، الأستاذ الدكتور الربون عبد الإله، الأستاذ الدكتور مقبوب إدريس، أستاذي المشرف الدكتور حسن حسين، أصدقائي وزملائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذه المناسبة الخالدة من مساري العلمي وأنا أمثل أمام اللجنة الموقرة أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص والتقدير إلى أعضائها وإلى كل من مد يد المساعدة وساهم معي في تذليل ما واجهني من صعوبات وساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود. ولإحاطة سيد الرئيس الموقر وأعضاء لجنة المناقشة المحترمين بمضامين وخلاصات هذا العمل، أقدم تقريراً مركزاً عن الأطروحة التي عددتها لنيل الدكتوراه، انطلاقاً من قوله تعالى: وإذ تأذن ربك لأن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين ويزيدنا من فضله. بداية وقبل الشروع في تقديم هذا العرض المختصر، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف الدكتور المحترم حسن حسين، إذ يرجع إليه الفضل في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود، فهو الذي لم يبخل علينا بأفكاره وإرشاداته طوال الفترة التي استغرقتها في إنجاز هذا العمل. فنعم المؤطر الصبور والموجه المنير، أشكره جزيل الشكر على رحابة صدره وحسن معاملته ودعمه لي. والشكر موصول أيضاً لكل من سيد الرئيس الأستاذ الدكتور بن قدور بن يونس مدير المختبر التراث الثقافي والتنمية على رحابة صدره وحسن معاملته ودعمه اللامحدود لنا نحن كطلبة جميعاً. وإلى الأستاذة الدكتورة زاهية أفلاي والأستاذ الدكتور سلوي مصطفى والأستاذ الدكتور الربون عبد الإله والأستاذ الدكتور مقبوب إدريس لقبولهم المشاركة في مناقشة هذه الأطروحة رغم انشغالاتهم والتزاماتهم الكثيرة. كما لا يفوتني التنويه بما وجدته لدى أساتذة المحترمين من ثقة وتشجيع، فلهم مني الاعتبار التام والتقدير لتفضلهم بمناقشة هذه الأطروحة التي يعتبر موضوعها امتداداً واستمراراً للتعميق البحث في تخصص الموارد البشرية، وبصفة أساسية الجانب الذي يهم استراتيجيات تقنيات التدريب وتأثيرها في فعالية أداء دائرات الموارد البشرية بالقطاع العام. حيث أصبح الاهتمام باستراتيجيات التدريب من أجل ضمان فعالية الأداء لدى إدارات الموارد البشرية بالقطاعين العام والخاص وبنائها على أسس علمية ومنهجية مناسبة أمراً ضرورياً
وذلك من أجل تمكينها من تحقيق أدوارها وتنفيذ مهامها بأقصى كفاية وفعالية. علاوة على ذلك، تساهم دراسات استراتيجيات التدريب وفعاليات الأداء في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرامج الجديدة قبل البدء في تنفيذها، وذلك عن طريق مقارنتها مع نتائج البرامج المشابهة التي تم تنفيذها في الماضي، كما أنها توفر الأساس في عمليات النقد بالنسبة للبرامج القائمة، وهذا كله يمكن من مسيرة التطور في مجال التدبير المعقلم للموارد البشرية الذي أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الراهن. سيد الرئيس، انطلاقا من الأهمية التي أصبح يحظى بها التدريب والدور الذي يلعبه في رفع من أداء العاملين، تبرز أهمية موضوع الأطروحة الذي يتناول أحد المواضيع الإدارية الحديثة، ويتعلق الأمر بدراسة أثر استراتيجيات تقنيات التدريب في فعالية أداء إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام من خلال الاعتماد على الكليات التطبيقية بسلطنة عمان كنموذج لهذه الدراسة. وقبل تسليط الضوء على محتوى هذا البحث، وجب التذكير أن معالجته اقتضت اعتماد المنهج الوصف التحليلي مع الاستعانة ببعض المناهج الأخرى، خاصة منها المنهج المقارن، وذلك من أجل معرفة مدى فعالية الاستراتيجيات التي تتبناها المنظمات بالسلطنة في تنمية مواردها البشرية وتحديد أثرها على أداء موظفيها من أساتذة وإداريين، وبالتالي يمكن حصر النقاط التي تعكس الأهمية الخاصة لموضوع الأطروحة فيما يلي: أهمية استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والدور الذي تلعبه في تكييف المنظمة مع المستجدات والتغيرات والتحديات الراهنة من خلال تثمين وصقل مهارات معارف وكفاءات موظفيها، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة في كافة جوانب مسؤولياتهم. أهمية الأداء البشري وأثره الواضح على نجاح المنظمات وتحقيقها لأهدافها بشكل فعال ومتميز. أيضاً الوقوف على واقع المنظمة ومستوياتهم الأداء لدى موظفيها وعلاقته بالاستراتيجيات المعتمدة في تنميتهم والاستثمار فيهم. شد انتباه مسؤولي مختلف المنظمات، ومنها المنظمة العمانية ممثلة في الكليات التطبيقية، إلى أهمية الموارد البشرية، مع التأكيد على ضرورة تبني نظام جاد في تنميتها والاستثمار فيها يتميز ببعده الاستراتيجي. توجيه مسؤولي تنمية الموارد البشرية في المنظمات العمانية إلى ضرورة اعتبار مواردها البشرية شريكاً استراتيجياً، لتحذو بذلك حذو المنظمات الرائدة التي تصب كل اهتماماتها في تمييز موظفيها واعتبارهم ثروتها الحقيقية ومصدر لنجاح استراتيجياتها وأهدافها وخلق القيمة فيها. سيد الرئيس، أعضاء اللجنة المحترمين، انطلاقاً من هذه التوطية، يتضح من خلال التقديم السابق أنه في ظل الاستراتيجيات والتوجهات الحديثة في تدبير الموارد البشرية بالمنظمات العمانية، وفي إطار إبراز العلاقة وتحديد الأثر الذي تحدثه في الأداء البشري بالمنظمات عموماً والكلية التطبيقية بنزوة وعبري على وجه الخصوص، تم حصر الإشكالية العامة لهذا الموضوع في التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر استراتيجيات تدريب الموارد البشرية على فعالية أداء الأفراد العاملين في الكليات التطبيقية بسلطنة عمان بصفة خاصة، وعلى تطوير وتحسين أداء العاملين بالقطاع الحكومي بشكل عام؟ وبذلك تكمن الإشكالية الرئيسية للدراسة في محاولة تحديد أثر استراتيجيات التدريب على تطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي. من أجل ذلك أرى أن تكون محاور الدراسة تجيب عن الأسئلة الفرعية التالية: هل هناك أثر لاستراتيجيات التدريب على تطوير الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بسلطنة عمان؟ وما هي أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المدربين خلال العملية التدريبية؟ وما هي أهم العوامل المفعلة لنجاح عملية تدريب العنصر البشري بالكليتين التطبيقيتين اللتين اتخذتا كنموذج لهذه الدراسة؟ ومن يجل الإحاطة أكثر بالجوانب الإشكالية المطروحة
يمكن إدراك أيضاً التساؤلات التالية: ما هي أهم استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في المنظمات الحكومية؟ ما المقصود بالأداء البشري؟ وما هي الاستراتيجيات التي يمكن للمنظمة أن تتبناها لرفع مستوياتها ولمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بكل جوانب إشكالية الدراسة وما تم طرحه من أسئلة فرعية وبغية التأكد من تحقق أو عدم تحقق الفرضيات؟ تم تقسيم البحث إلى قسمين. القسم الأول خصص لمعالجة الإطار النظري العام لإدارة الموارد البشرية، وقد تضمن هذا القسم إلى فصلين. الفصل الأول تناول الإطار العام لإدارة الموارد البشرية بين المنظور التقليدي والمعاصر. أما الفصل الثاني من هذا القسم فقد خصصناه لتناول إدارة الموارد البشرية وتوجيهاته الاستراتيجية. أما القسم الثاني فقد تناولنا في الفصل الأول منه موضوع التدريب من خلال استعراض الإطار المفاهيمي للتدريب، خطوات التدريب، اتجاهات التدريب المعاصرة وعلاقة الأداء بالتدريب. أما الفصل الثاني من هذا القسم فقد خصصناه لدراسة الآليات والمناهج الحديثة لتنمية العنصر البشري وتطويره وتحسين فعالية أدائه، وذلك من خلال دراسة الحالة المتعلقة بكليتين تطبيقيتين بسلطنة عمان. سيد الرئيس، أعضاء اللجنة الموقرة، انطلاقاً من خلاصات ونتائج دراسة محاور كل من القسم الأول والقسم الثاني وكخاتمة عامة لهذه الأطروحة، خلصنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والاقتراحات، سأكتفي بذكر أهمها وفقاً للتصور التالي: إن عملية التدريب وفعالية أداء إدارات الموارد البشرية تحتل أهمية كبيرة في جميع المنظمات، وذلك راجع إلى أهمية استخدام العنصر البشري ورفع كفاءته وأدائه باستمرار من أجل تحقيق أهداف المنظمة، مما يستدعي توزيع العنصر البشري وتدريبه على الوظائف المختلفة بما يتلاءم مع كفاءتها ورغباتها. ومن أجل ذلك لابد من تنمية الموارد البشرية من خلال اعتماد استراتيجية التدريب بشكل مستمر. أيضاً تنطلق مقترحات تطوير وتحديث أثر استراتيجيات تقنيات التدريب في فعالية أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع العام من الاقتناع الأساسي والمبدئي بأهمية الموارد البشرية ودورها الحيوي في خلق القيم. كذلك تتبلور مقترحاتنا لخلق تأثير فعال لاستراتيجيات تقنيات التدريب على أداء وفعالية إدارة الموارد البشرية بالكليات التطبيقية في حلقات رئيسية هي تطوير المفاهيم والفكر الحاكم لعملية أداء إدارات الموارد البشرية، ثم تطوير الواقع التنظيمي والأطر التنظيمية وتطوير التقنيات والأساليب في ممارسة إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة بشكل عام والكليات التطبيقية على وجه التحديد. وتشمل التوجهات المقترحة ما يلي: إحداث تغيير في مفاهيم تنمية إدارة الموارد البشرية ونظرتها إلى الموارد البشرية، ومن ثم الأخذ بالفلسفة الجديدة لإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية اقتناعها بالدور الحيوي. أيضاً تطوير الواقع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية بحيث ترفع إلى مستوى الإدارات الرئيسية ويتحقق للمسؤولين عنها مرتبة الإدارة العليا ويتم إشراكهم في صنع السياسات واتخاذ القرارات على مستوى المنظمة. تحديث أساليب وأنشطة إدارة الموارد البشرية لتنطلق من مجرد إنهاء إجراءات روتينية لإنجاز معاملات شؤون الموظفين إلى مباشرة دور فعال في تحقيق استراتيجيات وأهداف المنظمة. وتحقيقاً لهذه الغايات الثلاث لابد من تغيير وتطوير مجموعة من المفاهيم والمتمثلة أساساً في تخلي أفراد الإدارة بالمنظمة عن النموذج الفكر التقليدي لإدارة الأفراد واستيعاب وتقبل النموذج الفكر الجديد لإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، سواء كانوا فريق الإدارة العليا المهيمنة على أمور المنظمات عموماً
أو المختصين بشؤون الموارد البشرية، ويتم هذا التطوير الفكري في المفاهيم والقيم الإدارية من خلال ما يلي: التحول من المنظومة التقليدية إلى الموارد البشرية مجرد عنصر من العناصر بالمنظمة، التحول من النظرة التقليدية التي ترى الموارد البشرية مجرد عنصر من العناصر بالمنظمة، أيضاً الأخذ بمنطق النظم في إدارة الموارد البشرية باعتبارها نظاماً متكاملاً يتكون من مجموعة نظم فرعية كل منها يؤدي دوراً مطلوباً في تفاعل وتناسق مع باقي النظم. ضرورة استناد ممارسات إدارة الموارد البشرية إلى استراتيجية متكاملة للتدريب. أيضاً ضرورة أعمال التخطيط والتنسيق والتكامل بين عناصر المنظومة المتكاملة للموارد البشرية. ضرورة النظر إلى ما ينفق على الموارد البشرية باعتباره استثماراً له عائد ومردود وليس نفقة ضائعة. الاقتناع بأن الاستثمار الأفضل للموارد البشرية في أي منظمة إنما يتم بإطلاق الطاقات الفكرية والقوى الذهنية للأفراد. كذلك الاهتمام بالمجالات الرئيسية لعمليات إدارة الموارد البشرية والتي أهملت لفترات طويلة في ممارسة المنظمات العامة. سيد الرئيس، أعضاء اللجنة الموقرة، بناء على النتائج التي خلصنا إليها من خلال دراسة محاور القسم الأول والقسم الثاني من هذه الأطروحة، فقد توصلنا إلى مجموعة من التوصيات. هي التوصيات ما يلي: تعتبر العملية التدريبية من السياسات الإدارية الهامة التي لها تأثير كبير على عمل المنظمة، ولكي تحقق تلك العملية الأهداف المطلوبة منها لا بد من وجود خطة موضوعة بشكل مسبق. أيضاً لا بد من خلق الظروف المناسبة للموظف في مكان عمله، وذلك عن طريق توفير أساليب الراحة ومتطلبات الأمان المطلوبة وتوزيع الحوافز والمكافآت بشكل عادل وبما يتناسب مع المجهودات المبذولة. كذلك إذا كان التدريب ينمي القدرات ويزيد الكفاءات والإنتاجية للموظفين ويؤدي كذلك إلى رفع الروح المعنوية للموظفين ويزيد من الانتماء والولاء للعمل، فلا بد من التركيز على وضع خطة التدريب المنظمة، انسجامها وتناغمها وانبثاقها من الخطة الاستراتيجية العامة للمنظمة. سيد الرئيس الموقر، أعضاء اللجنة المحترمين، بصفة عامة فقد تضمنت دراسة موضوع أثر استراتيجيات تقنيات التدريب في فعالية أداء إدارة الموارد البشرية مجموعة من الخلاصات والنتائج يمكن نجمل أهمها فيما يلي: تعتبر الكليات التطبيقية من بين التنظيمات التي تعمل على تنمية رأس مالها الفكري كضرورة ملحة للارتقاء بمستوياتها المختلفة ضمن أدوارها المتعددة. يتوقف نجاح استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الكليات التطبيقية على تبنيها لنماذج مستحدثة في تصميمها تقوم أساساً على فلسفة التدريب المستمر. يتوقف نجاح الاستراتيجية التدريبية للموارد البشرية في الكليات التطبيقية على بناء برامجها من واقع الاحتياجات التدريبية لهم ومن منطلق تغيير أسلوب الأداء والسلوك والتفكير نحو الأفضل. تمثل استراتيجيات التدريب الركيزة الأساسية في بناء كلية تطبيقية متعلمة وفاعلة. حتى يتحقق هذا الجانب يجب أن تكون قيمها، هياكلها، نظمها الإدارية وثقافتها التنظيمية تشجيع البرامج التدريبية لدى الموارد البشرية مما يرفع من معارفهم. كذلك تهدف استراتيجيات التدريب في الكليات التطبيقية إلى النهوض بمهارات الموارد البشرية وكفاءاتهم وبيئاتهم
لأي جديد قد يطرأ عليها. سيد الرئيس الموقر، أعضاء اللجنة المحترمين، تعتمد الكلية التطبيقية في إطار تبنيها لاستراتيجيات التدريب إلى أكساب موظفيها المعارف التي يستفيدون منها في حياتهم الوظيفية. وأيضاً يمكن تمكن استراتيجية تدريب الموارد البشرية في الكلية التطبيقية من امتلاك قاعدة مهارات معارف خبرات تمكنهم من مواجهة التغيير الوظيفي وبالتالي الارتقاء إلى مناصب أعلى. تسعى الكلية التطبيقية من خلال الإدارة الفعالة لإدارة الموارد البشرية إلى تحقيق الارتباط بين أنشطة الموظفين وبين أهدافهم وأهداف الكلية التطبيقية. كذلك تعمل استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الكلية التطبيقية على الرفع والتحسين في مستويات أداء الموظفين الإداريين من خلال الرفع من مهاراتهم الوظيفية وإثراء معارفهم وخبراتهم وزيادة مؤهلاتهم وتوجيه ثقافتهم لتنهل وتصب في ثقافة الجامعة. سيد الرئيس، أعضاء اللجنة الموقرة، من خلال كل هذه الخلاصات والاستنتاجات والنتائج المتوصل إليها يتأكد وجود علاقة ارتباطية تأثيرية قوية بين استراتيجيات التدريب وفعالية أداء إدارات الموارد البشرية وتنمية قدرات ومهارات الموظفين الإداريين بالكليات التطبيقية بسلطنة عمان. وشكرا لكم سيد العزيز. شكرا جزيلا سيد الرئيس المحترم، شكرا جزيلا السادة أعضاء اللجنة المحترمين. قبل شوي قبل افتتاح الجلسة كان الدكتور المشرف الدكتور حسن حسين يقول أنت محظوظ تقف أمام يعني قامات، وحقيقة الأمر أقف اليوم أمام قامات فعلا استفدت منكم استفادة كبيرة جدا جدا، حتى أنكم ألجمتم لساني علما وخلقا، فلكم من التحية والتقدير. حقيقة أجد نفسي مسرورا للاستماع والإصغاء إلى ملاحظاتكم النيرة وتوجيهاتكم وانتقاداتكم التي وجهتموها إلى هذا العمل، والتي لن تكون إلا سندا لنا ونقاط قوة لتدعيم هذه الدراسة. فمن البديهي أن أي عمل مهما بلغ فلن يصل إلى درجة الكمال، وأنني أعلم بأن هذا العمل تشوبه بعض الشوائب التي لا يمكن فصلها عن الظروف الصعبة التي يعد فيها، وعن صعوبة البحث في مجال الموارد البشرية، والذي لا يزال في حاجة إلى المزيد من البحوث العلمية من أجل الإحاطة بمختلف جوانبه. إنني مقتنع بأن هذه الملاحظات والانتقادات التي تفضلتم بها أيها السادة الأساتذة الأفاضل هي خدمة للبحث العلمي، باعتبار المواكبة النقدية هي أساس أي عمل ناجح، وعليه وأنا أقف أمامكم اليوم أن ألتزم إن شاء الله بأنني سأأخذ هذه الملاحظات والتوجيهات بعين الاعتبار، وسأعمل إعادة النظر في العديد من جوانب هذه الأطروحة قصد إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن درجات البحث العلمي. وفي الختام أشكركم مرة أخرى، ودمتم للعلم والمعرفة عاملين، كما أشكر كل من حضر المناقشة هذه الأطروحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أرفع الجلسة عفواً قبل أن أرفع الجلسة لنرتفع اللجنة الموقرة للتداول، ما العلاقة بين القتبي؟ ما مدلول القتبي؟ وش هي الكلمة لغة القتبي؟ ثم أي علاقة لها، أو هل هناك من علاقة افتراضية بين ابن قتيبة والقتبي؟ جاوب الله غد الرئيس وما ندروش الأخر ديانا هذا امتحان. نعم؟ لا توجد علاقة. ما معنى قتب؟ قتبي اسم عائلة. نعم. لغة قتب، ما هو القتب لغة؟ بحث فيه. يلا نرفع الجلسة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. قرار
أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة الطالب الباحث ناصر بن عبد الله بن سيف القتبي في موضوع استراتيجيات تقنيات التدريب في فعالية أداء إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، دراسة وصفية تحليلية الكليات التطبيقية بسلطنة عمان. بعد إجراء المناقشة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 زوالا، وذلك يوم السبت 26 يونيو 2021 بقاعة نداء السلام بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ بن قدور بن يونس للمداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتور بن قدور بن يونس أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم اللسانية وجدة رئيس، الدكتور سلوي مصطفى أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم اللسانية وجدة مقررا، الدكتور مقبوب دريس أستاذ مؤهل كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا، الدكتورة أفلاي زاهية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الشرق مقررة، الدكتور ربون عبد الله أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم اللسانية بوجدة مقررا أو عضوا، الدكتور حسين حسن أستاذ التعليم العالي كلية الآداب والعلوم اللسانية وجدة مشرفا. قررت منح الطالب ناصر بن عبد الله بن سيف القتبي الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين الدكتوراه التراث الثقافي والتنمية، تخصص التواصل الإداري وتنمية الموارد البشرية بميزة مشرف جدا. انتهى. سربي وفي السعب بدون عناق هم متواصلين حتى في السعب سلام ومسهلين.